السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات مواطنون مع وقف التنفيذ. في حلقة اليوم مشاهدينا نحاول تسليط الضوء على حال البلديات ومعاناة المواطن اليومية. ضعف الإدارة والرقابة يحولان هذه الهيئة إلى بؤرة إهمال، إذ تتعمق أزمات البلديات بسبب سوء التسيير من جهة وغياب الجهات المكلفة بإدارتها بشكل فعال من جهة أخرى، حتى أصبحت هذه الأخيرة صورة بلا جدوى، وفقدت البلديات دورها المنوط به وهو إيصال صوت المواطن وحل مشاكله اليومية. ومع اقتراب الانتخابات البلدية تكثر الحملات الدعائية التي تقوم بها البلدية، وعند إعلان نتائج الانتخابات غالبا ما ينسحب المسؤولون والمعدات من الشوارع والأحياء، تاركين المواطنين غارقين في المشاكل اليومية على غرار سوء حالة الطرقات، شبكات الصرف الصحي، التصرف في النفايات وغيرها من الخدمات المفقودة التي تعمق معاناة المواطن المثقل أصلا بشتى أنواع المشاكل. إذن حال البلديات ومعاناة المواطن، من المسؤول؟ هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أدعوكم في البداية إلى متابعة هذا المقطع. متشرفين بكم، رانا قالوا في هذه الساعه رانا موتوا وحنا حيين، رانا في الكارثه هنا، ولادنا ماتوا خلاص. 12 سنه هاي السكنه الشلق طاحت، ها راهي طاحت ميكروب، راهي طاحت السكنه، راهي تهدد، ها راهي تتهد، راهي مشلقه، شوفي بعيني ما يدرقوش عليك. وحنا رانا موتى في الكابس 120، راهي واجده ساكنه الحمام، وجينا في جاه ربي ها هو في طريقك الكابس، هي خمس دقائق من وقتك برك. شوفي ولادنا وين راهم عايشين، الا انا ولاد الجزائر و 2017 عايشين في هذه الوضعيه، انت تاخذ قرار. رحمه والديك، رحمه والديك، وفيك الخير، نسمعوا باللي فيك الخير. ها الكابس في طريقك خمس دقائق برك، اعطيني خمس دقائق من وقتك، شوفينا. اسمح لي خليني نهدر نبرد. هي تسمى عاد الدولة تسموها البيئة الهشة، أصحاب الدخل الضعيف هذون في القبل كانوا مش معترفين بهم باللي راه عندهم نقابة، كي تروح لهم تقول لك أنت خدام عيش بالسيروم، سيروم مش عجبك الحال تربح، كانوا من قبل يتعاملوا معنا كيما هاك بهذه الطريقة، ما كانش حتى ماهوش معترفين حتى كعمال، وأنت دير لأنه النقابة وشني؟ نقابة يديرها عامل موظف كامل الحقوق، هذا هو قانون، بصح القانون تغير. تبنت النقابة، تبنت هذه الفئة الهشة وعطتها درتها محاضر تنصيب وتبنتها وعطتها الحق بها طالب لها حقوقها. أنا ما نشوفش، ما كانش فئة متضرة قد هذه الفئة داخل، ما كانش الدراهم يدخل في صفة صدقة، في صفة صدقة، كوني في صدقة ما تعطاش كيما هاك، تكون واحد تعطي صدقة تتحشم بهذه الطريقة. أنا في ميزيرية عظمى، أنا في الكارتي، كارتي تاع لي كالكال تحت خدموهم، احنا تاع كارتي تاع ناس الزواول هاك تشوفي فيهم بعينيك اختي، طابتي زيد نهبطوك لتحت الكوتي التحتانية، زيد هيا معايا تشوفي ونشوف وتشوفي بعين كل شيء، يعني مش مديرين لنا حتى مش مقيمنا خلاص اختي. جنازة حرنا باش نخرجوه، جنازة الاخر هي الجنازة، ملقينا خرجناها على ظهورنا، ما عليك السيارة اللي سايبة تدخلش، رانا في الاولاد حبسناهم من القرية، حبسناه منو عنده السياره، وحتى ما لقيناها تفوت السياره، تلفتي وراك تفوت السياره، تخص سيارتي اسعاف هنا. لا لك لي راج بيبليك ما كانش، الغاز دو فيل ما كانش، تشوفي الطرق كيفاش راهي محفر الوحيد، لابوبيل ما كانش، ما يجيوش اون فوا بار سومان، راه ما كان والو، راه سي ديجا ابوندوني هنا، ما تقدري تقولي ما كان حتى شيء.
إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة مجموعة من الضيوف. بداية أرحب بالأستاذ محاد قاسمي ناشط حقوقي من ولاية أدرار، كما أسعد باستضافة الأستاذة سامية خمري برلمانية عن حركة النهضة مكلفة بشؤون الأسرة، وبقية الضيوف إن شاء الله لاحقا. أرحب بضيفي أستاذ محاد قاسمي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك أستاذ محاد. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محاد قاسمي. بودنا لو تضعنا في الصورة عن يعني ما هي المشاكل التي يعيشها المواطن الجزائري، خاصة الذي يعيش في مدينة ولاية أدرار والبلديات المجاورة للولاية، يعني تضعنا في الصورة أستاذ محاد قاسمي. هو الخريطة توضح كل رؤية. هو أدرار مساحة كبيرة شاسعة، فيها قرى متباعدة بمئات الكيلومترات، وبالتالي التنمية بهذه المناطق وبهذه البلديات تجد صعوبة كبيرة، لأنها عندها طريقة تقليدية في التسيير وفي العيش كذلك. وبالتالي الاتجاه الى بلديات ذات مستوى عالي من حيث التنميه والتسيير وبناء الهياكل، اعتقد ان الحل من داخل القاعده، من داخل المجالس المنتخبه، صعب جدا. نعم أستاذ محاد، نحن على أبواب الانتخابات البلدية المقبلة، يعني حيكون في 23، يعني الأسبوع القادم يوم الخميس القادم. يعني هناك حملات دعائية، هناك دعاءات حول دور البلدية، حول ما يكون أو ما تقدم البلدية للمواطن الجزائري ورئيس البلدية. كيف ترى هذه الحملات الدعائية في مدينة في ولاية أدرار والبلديات؟ هو المعروف أن القانون الانتخابات وقانون تسيير مثل الانتخابات كله ينطبق على كل التراب الوطني، يعني القوانين التي تسير البلديات والانتخابات والأحزاب هي نفسها. ولكن لا يمكن أن نتكلم على بلدية، مثلا بلدية شروين مثلا في تيميمون أو تيمياوين في برج المختار، أن تكون لها نفس الآليات ونفس الطرق في التسيير ونفس الامكانيات، هي التي وليس لها نفس الامكانيات بالنسبه لاي بلديه مثلا في العاصمه. وبالتالي يفترض هذه البلديات البعيده عن المركز والتي معزوله بقرى على حدودها على الرمال، يفترض ان تكون لها دعم كبير واهتمام كبير وكما يسمى بالتمييز الايجابي. والحملات الانتخابية التي يقوم بها الأحزاب والمترشحين على مستوى هذه البلديات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه المناطق، ولا تعبر عن الأزمة الحقيقية، وبالتالي لن تجد لها حلول بالنسبة لمشاكلها، وهي مجرد قرى. أتكلم حتى عن الدوائر وهي شبه قرى فقط، وحتى أضرار فيها عدد أقلية من عدد السكان. هذه المناطق الصحراوية يفترض أنها لها رؤية من مركز الدولة، وهو أنها يكون لها رؤية صحيحة من أجل تعمير هذه الصحراء. ما دام السلطة المركزية لا تفكر في تعمير هذه الصحراء بصورة حقيقية ولها الجرأة في اتخاذ إجراءات حقيقية بدل بعث الشركات من أجل التنقيب على البترول، عليها أن تبعث كذلك الشركات من أجل رفع الغبن على هذه المناطق. نعم. بوضع استراتيجية كبيرة بطرق كبيرة، وكذلك بقطار يعبر هذه الولايات، وكذلك بمطارات تعمل فعلا وليست مجرد مطارات لا يحط بها الطيران. واضح. أستاذ محاد قاسمي ابقى معي إذا سمحت. تنضم إلي الآن الأستاذة سامية خمري برلمانية عن حركة النهضة مكلفة بشؤون الأسرة. مرحبا بك أستاذة سامية. أهلا بك يا أختي الكريمة. أهلا.
أهلا بك أستاذة سامية. نحن على مشارف الانتخابات البلدية اليوم 23 القادم إن شاء الله من هذا الشهر، يعني نتحدث عن معاناة المواطن الجزائري بصفة عامة، جنوبا شرقا غربا وشمالا، ما يعانيه في البلديات، كيف ترين حضرتك باعتبارك برلمانية ومكلفة بشؤون الأسرة، كيف ترين هذه المعاناة اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم أختي سومية على إثارة هذه المواضيع التي من شأنها التطرق إلى انشغالات واهتمامات المواطن، خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات المحلية. أقول بداية أنه يجب الإشارة إلى الدور الهام الذي الأصل يجب أن تلعبه أو يلعبه المنتخب المحلي في تحقيق التنمية وتقوية الجذع الوطني بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة لخدمة الصالح العام. هذا ما ندعو له ونعمل لأجله نحن في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. من خلال تواصلنا بالمواطن واحتكاكنا بهمومه وانشغالاته كنواب الشعب، وتواجدنا أيضا الميداني في الحملات الانتخابية خصوصا في جزائرنا العميقة هذه الأيام، تثبت لنا قناعة بأن الجزائر أكبر من 48 ولاية وأكبر من 1541 بلدية. فكما أشار الأخ الكريم الأستاذ الأبرار، هناك مباشر تدور لا يعرفون حتى والي المنطقة من يكون، لأنه لم يزره يوما ولم يقص على معاناتهم الكبيرة بالنسبة لهم والبسيطة بالنسبة للدولة. فهؤلاء أختي سوية لا يفرقون بين الأحزاب، بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة. مطالبهم من كل هؤلاء، يعني مع كل هذا صغيرة وبسيطة، تجد من بين مطالبهم الماء، كهرباء، مركز صحي، مدرسة. من بين الإشكالات التي وقفنا عليها الصلة تكاد تكون مقطوعة بين المواطن البسيط الغير منخرط الأحزاب في الحياة السياسية والحزبية وبين ممثليه المحليين. والجسر بين الإدارة المركزية والمحلية شبه منكسر. نجد العديد من البلديات لديهم ميزانية ومشاريع في طور الإنجاز، لكن تبقى معطلة لعهدات متتالية. يعني ما السبب أستاذة سامية؟ أستاذة سامية، ما هو السبب في تعطيل هذه المشاريع في رأيك؟ سوء التسيير وانقطاع، سوء التسيير وانقطاع الصلة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، وعدم المراقبة، عدم المتابعة، عدم المحاسبة. نجد أن الميزانية تكون موجودة لكن أين ذهبت؟ الله أعلم. وكل مسؤول يجي محلي فيما بعد يلعن من قبله ويمني المواطن بعهدة أفضل وتبقى دار الرحمن على حالها. هناك تكونت من هنا من هذه التصرفات ومن تراكم هذه مثل هذه التصرفات تكونت أزمة فقدان الثقة. فقدان الثقة بين المواطن وبين السلطة أو بين الحاكم والمحكوم، في حين أن هناك من المرشحين من يحمل برامج واعدة تنموية بخطط استراتيجية مع اقتراح آلية التنفيذ، وهم قادرون فعلا على تحقيق تغيير. هل هم فعلا أستاذة سامية، أستاذة سامية، هل هم فعلا قادرين على تحقيق هذا التغيير في رأيك؟ فيه ناس، فيه كفاءات عندهم من الميزات، من القدرة والأمانة والحافظية، وأغلبيتهم من الشباب. عندنا في قوائم كثيرة وناس قادرين يتحملوا هذه المسؤولية ويحدثوا التغيير في بلدياتهم وفي ولاياتهم التي يحملون التي يتواجدون في قوائمها الانتخابية. لكن هناك أشياء ربما لا تسمح لهم بتطبيق هذا البرنامج، ومن بينها عدم فتح المجال لهم، من بينها التضييق عليهم. المواطن البسيط يدرك كريمة صغيرة، لا يدرك الصيغة المتعدية السلبية للمواضيع الكبرى المطروحة على الساحة السياسية التي يطرحونها الآن الأحزاب في حملاتهم الانتخابية، مثل الأزمة المالية والتموين غير التقليدي والغاز الصخري، ولا يدرك مدى تأثيرها على قدراته الشرائية وحياته اليومية. بل ما يريده هو
أن تحل مشاكلهم بسيطة وضرورية في المرافق الثقافية والرياضية، الطرقات، توفير المواد الغذائية المدعومة. وهو لا يعلم، المواطن البسيط لا يعلم أن هذا الدعم لا يستفيد منه هو كمواطن بسيط أكثر ما تستفيد منه الشركات ورؤوس الأموال أكثر مما يستفيد منها هؤلاء. نعم أستاذة سامية، إذا سمحت يعني تحدثت أستاذة سامية عن فقدان الثقة ما بين المواطن والسلطة، يعني حتى المواطن البسيط أصبح فاقد الثقة بينه وبين هؤلاء المترشحين الذين يعني رشحوا أنفسهم للانتخابات البلدية. يعني كيف يكسب هؤلاء النزهاء الذين تحدثت عنهم؟ هناك شباب فعلا حامل برامج نزيهة ويريد تحقيق التنمية في البلديات، لكن كيف نرجع هذه الثقة ما بين المواطن وما بين هؤلاء الأشخاص النزهاء في رأيك؟ نعم أختي سمية، مشكلة الكبرى هي انعدام الثقة كما قلنا المحكوم، وطبعا انتقلت بصورة متعدية إلى كل الأحزاب حتى السابقة منها في طرحها وبرنامجها ومرشحها، ويظهر ذلك في نوعية الحملة الانتخابية وبروداتها في جل الولايات تعبر على استقالة الشعب من هذا المجال أو عدم الثقة، عدم إعطاء ربما الأمل لهذا اللي يعطوه المرشحين أو اللي راهم يديروا في حملة الانتخابية الأمل في أنهم يرجعوا ثقة من جديد. هذه لن تكون إلا إذا كان هناك رجال فعلا قادرون ومرشحين قادرون على أن يعطوا البديل الحقيقي ويرجعوا الثقة للشعب. بماذا؟ بتطوير البلديات، بإعطاء صورة إيجابية في المنتخب، وإعطاء صورة مصغرة للبلدية الناجحة في تمرير المشاريع الناجحة بالنسبة للمواطن البسيط. هذا ما يرجع الثقة. نعم. لولاها لو ما يكونش هناك بديل فعلي حقيقي للمنتخب البلدي المحلي الناجح فلن ترجع هناك ثقة بين المواطن وبين واضح وبين هؤلاء الأحزاب أو بين الدولة كذلك. إذا سمحتي أستاذة سامية ابقي معي، إذا سمحتي أعود إلى ضيفي الأستاذ محاد قاسمي النشط الحقوقي من أدرار عبر خدمة سكايب. أستاذ محاد، تحدثنا عن يعني بعض المشاكل التي تعاني منها البلديات في ولاية أدرار. يعني الأستاذة سامية باعتبارها يعني برلمانية ومكلفة بشؤون الأسرة تحدثت، قالت أنه هناك صحيح هناك فقد الثقة ما بين السلطة والمواطن. تحدثت عن أشخاص نزهاء مرشحين يعني للانتخابات البلدية يحاولون يعني أن تكون هذه البلديات بلدية مثالية. كيف ترى المرشحين للانتخابات البلدية في ولاية أدرار أستاذ محاد؟ أستاذ محاد نعم في ولاية أدرار أو في جميع البلديات، ولو أنه فيه ناس نزهاء ولهم مبادرة، ولكن يجب أن لا نفصل منظومة الحكم وسوء التسيير على المستوى المركزي، لأنه منذ الانفتاح الديمقراطي وبعد من 99 بعد تولي رئيس بوتفليقة السلطة، لازم نعرف أنه دخلنا في واحد القوقعة، وهو أن نظام الحكم يدور حوله زبانية السياسة، وهذه الزبانية السياسة خلقت لنا كذلك مواطن زبون، يعني المواطن الزبون مواطن زبون وزبانية السياسة. إذا لم نخرج من هذه القوقعة وهذه المنظومة لن نستطيع أن نعمل أي شيء، لأنه الفرد لما تمشي بمشروع تقني وعلمي هو لا يثق بك لسبب بسيط، هو تعود أن يذهب إلى من له علاقات مع السلطة أو من له المال، هو يؤمن بمن له المال أو من له علاقات مع السلطة، ولا يؤمن بمن له الأفكار، نتيجة لعدم بناء مؤسساتنا الديمقراطية فعلا، لأن المجتمع لم يتحرك بالصورة الواقعية والمنظمة، ولا يمتلك وما زال فيه بعض الخوف. الخوف، أنا أتكلم عن المناطق الصحراوية والبعيدة،
الى حد الماء في العاصمه او ما جوار العاصمه او المدن الكبرى تحت الماء فيه نوع من الثقافه، نوع من الوعي، نوع من الحريات، نوع من النقاشات، وكذلك من فضاءات مفتوحه، وكذلك فيه ثاني تاريخ يلعب دور. ولكن المناطق هذه الصحراويه صعب صعب صعب، نحن نعاني وندرك الصعوبه التي نناضل فيها، وبالتالي نحن نحاول خلق فرص جديده من اجل فتح فضاءات خارج منظومه الحكم وخارج منظومه النظام السياسي. نعم، ابقى معي إذا سمحت الأستاذ محاد. أعود إلى ضيفتي الأستاذة سامية. أستاذة سامية، تحدث الأستاذ محاد وأعطى يعني مشاكل تحدث عنها في ظل المنظومة، منظومة الحكم، يعني حسب يعني ملخص فقط لما تفضل به الأستاذ محاد أنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير في ظل هذه السلطة. ما تعليقك يا أستاذة سامية؟ أختي الكريمة، أنا مع الأخ الكريم، خاصة أنه الجهات تاعنا الجنوبية والجهات أيضا الصحراوية تعاني أكثر أو معاناتها تكون أكثر في هذا المجال. لكن نعود نتكلم على العموم، نقول أن جزائرنا في منظومتها السياسية، وهذا المنظومة السياسية تاعنا خلقت لنا هوة كبيرة تتمكن في فقدان الثقة. نعاود نقولوا أنه ما سبب لما نعرف السبب نقدروا نوصلوا إلى الحلول. لما حدث أشياء معينة تراكمت عند المواطن البسيط وعند المواطن أيضا المنخرط في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، هي فقدان الثقة التي نتجت عن التدوير والتلاعب بأصوات الناخبين على مرأى ومسمع من الجميع. فلم تعد هذه العملية تصنع في الخفاء، هذا الإشكال، بل أصبحت عنوانا للنضال والوفاء والقفازة. معناها اللي قافز واللي شاطر واللي يقدر يخدم هذا الحزب المعين ويزور أصوات الناخبين، هذا تتاح له الفرص ويصبح في يوم ما مسؤول عن جهة معينة سواء بلدية أو عضو في بلديه او عضو ولايه مكافاه له، بل تمارس بكل يعني عمليات التصوير، ورايناها وشافها المواطن عبر الفيديوهات وشفت وسائل المرئيه كلها، وسائل الاعلام متاح بكل الوسائل المتاحه والغير متاحه. وهذا ما يخشاه الناخب العادي الان في الحملات الانتخابيه، هذا ما مصادفه. ما يقولكش المواطن انه اخشى انه شخص لا يخدمني، يقول لك أن أخشى أن هؤلاء الناس الجادين الصادقين في طرحهم الصادقين في برامجهم لم يصلوا إلى هذا المكان، لأنهم يعرفون مطلقا أنهم سوف يزورون هذه النتائج ويوصلون من أرادوا إلى هذه الأماكن. أما الناخب صاحب البديل فهو يسعى لحماية وعائه الانتخابي بوسائل في نظرنا تبقى اقل نجاعه من سابقتها، يعني من الناس اللي عندهم الوسائل في ايدهم، لعدم تكافؤ الفرص المتاحه والوسائل. نقول انه ازمتنا او هذه الازمه تاعت فقدان الثقه، نعم، لم نستطيع ان نتخلى او نتخلص منها الا اذا وجدنا البديل. واضح الاشخاص. واضح استاذ ساميه. والامانه ابقي معي إذا سمحتي. يعود إلى ضيفي الأستاذ محاد. أستاذ محاد، في كلمة بسيطة، كيف ترى هذه الثقة التي فقدت ما بين السلطة والمواطن؟ كيف يجب أن نبني ثقة يعني بكل أتم معنى الكلمة في رأيك أستاذ محاد؟ بكل صراحة، نحن بحاجة إلى ثورة فكرية تقود أي حراك سلمي خارج المنظومة السياسية هذه. هذا الرئيس الذي على 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 لسان قسنطين يقول بعد عهدة كاملة، رجل صامت لم نسمع له صوت، وهذه الزبانية السياسية التي تتكلم باسمه، وهذا المواطن الزبون الذي أصبح يبتز الدولة من أجل مصالح آلية فقط، لا يستطيع أن يكون داخل منظومة فكرية. هذا الرئيس وهذه المنظومة أصبحت على خطر على الدولة بحد ذاتها. يجب إلى الدفع إلى نخب جديدة فكرية لها قوة من الإبداع
ومن الخيال الابداعي من اخرج من اجل اخراجنا من هذا النفق. استمراريه هذه المنظومه بهذا الشكل اصبحت خاطر على الدوله، وهذه المنظومه اصبحت قنبله موقوته سوف تفجر هذا البلد. هذا الرئيس الذي لم نراهم عهده كامله ولم نسمع له صوت عهد كامله على على لسان قسنطين يقول انه سوف يترشح الى عهده خامسه. اي انتخابات محليه نتكلم؟ على اي انتخابات نتكلم؟ على اي مشروع نتكلم؟ يجب ان نخرج من هذا النفق بنخبه جديده قادره على استمرار بالنضال السلمي وطورة فكرية وجمع نخب جديدة شابة. 75% من الشباب، 75% من الشباب يفترض أنهم تكون لهم منظومة سياسية تمثلهم فعلا وتحاكي مستقبلهم، ويجب على هذا الشباب أن يتحمل مسؤوليته. يجب أن لا يحرقنا نحو البلدان الأوروبية. مستقبلنا لا يوجد إلا في هذه البلد، ومنظومة مستقبلنا موجود في هذه البلد خارج هذه المنظومة الحكم. وشكرا. أشكرك جزيل الشكر محاد قاسمي الناشط الحقوقي، كنت معنا من أدرار. أعود إلى ضيفتي الأستاذة سامية. أستاذة سامية خمري، ما يعانيه المواطن كل المجتمع الجزائري يعلمه، حتى السلطات والأحزاب من معارضة وموالية. يعني الآن ما يهم المواطن الجزائري فعلا في مختلف البلديات هو توفير الملبس يعني النقل والبيئة المتاحة لتكون هناك يعني حياة بسيطة على أقل شيء. يعني ما هو دوركم أنتم باعتباركم يعني عضو في البرلمان ومكلفة بشؤون الأسرة؟ كيف ترين الصورة التي يجب أن يعيشها المواطن في ظل هذه البلديات؟ يعني تبدأ التنمية من خلال البلديات ثم الولاية، كيف ترينها في رأيك أستاذة سامية؟ نعم أختي سامية، يا ربي يبارك. أنا أقول أنه إحنا كدورنا كنواب أولا في التشريع، ثم الرقاق على هذا أو على تنفيذ هذا التشريع. ونحن كنواب في هذه المرحلة كنا نناقش في هذا الأسبوع كنا نناقش مواضيع جادة وهامة، في حين أن هذا المصادقة على أهم قانون يهم الوقت اللي هو قانون المالية قد أنشئ المصادقة عليه بحجة أن هناك حملة انتخابية. فهذا التلاعب بمصالح الشعب والتلاعب باهتمامات الشعب والتلاعب ايضا بمصالحه الوطنيه والمحليه ما كانش لم يصبح له حد، وماشي وين يزيد وين يزيد يتضخم ويزيد يكبر اكثر فاكثر. فاهتماماتنا الوطنيه يجب ان تربط ايضا بالاهتمامات تاع الشعب المحليه. فدور النائب لو كان يكونش عنده مجال لرفع الانشغالات تاع المواطن الى السلطات المعنيه الفوق، وايضا ربط النائب بالمحليات وبالسلطات المحليه باش يقدر يوفق انشغالات المواطن، باش يقدر يحل بعض الاشكالات التي يعاني منها المواطن يوميا، فلن يكون ايضا حتى للنائب دور كبير في حياه هؤلاء الناس المواطنين الذين ياملون النائب الوطني ويأملون في النائب المحلي على مستوى البلدية والنائب المحلي على مستوى الولاية، أي على الأقل أن يشارك في أن يرفع عنه الغبن وأن يوصل انشغالاته البسيطة التي تتمثل في أبسط ظروف معيشية بسيطة، في لقمة عيش كريمة وفي مدرسة وفي طريق لإيصال أبنائه إلى المدرسة، في حل اشكالات بسيطه ربما ما تخفش من الدوله الوقت الكبير وما تخفش من الدوله ايضا الجهد والمال الكبير. لكن للاسف الشديد التسيير الخاطئ لادارتنا، الغلق الكبير امام الناس امام الخيرين امام الشباب امام البديل هو الذي جعل هذا الهوى الموجوده بيننا نحن كنواب الشعب وبين المواطن البسيط. تخيل اختي سميه، نعم. حتى نحن كصوت لهذا الشعب منعنا حتى من ايصال اصواتنا
للمواطنين عن طريق البث المباشر لمناقشة قانون المالية الذي يعتبر أهم قانون بالنسبة للمواطن، لأنه يمس الجيب بتاعه، يمس القدرة الشرائية بتاعه، يمس الزيادات هذه اللي راهي موجودة الآن. نقولهم ماناش زايدين، ما كانش زيادات فقط في البترول، ما كانش زيادات فقط في السي في ار، ما كانش زيادات فقط على الضرائب المتتاليه. ويمنع يمنع النائب باش يوصل صوته مباشره من قاعه الجلسات، في حين انه وزير الماليه يوصل صوته وتبث له المداخله تاعه، وبعدها يقطع البث مباشرة أمام نواب الشعب باش يوصلوا أصواتهم ومداخلاتهم، والشعب يسمع لهذا النائب هذا واش وصل من انشغالاته واش لحد من انشغالات. فمنظومة مثل هذه وسلطة أو حكم مثل هذا لا أظن أننا نأمل منه التغيير الكبير في المرحلة المقبلة، إلا إذا كانت هناك طبعا رجال ونساء واقفون للتغيير، واقفون لأجل مصلحة هذا المواطن الجليل، هذا المواطن البسيط اللي يأمل فقط في عيش كريم في بلده، ويأمل فقط أن يكون له من خيرات بلاده نصيب. أشكرك. هذا المواطن أن يرفض أن يكون عداد ضرائب في كل مرة، من حق هذا المواطن أن يرفض أن يكون هو الوسيلة الوحيدة دائما في كسب بعض النفقات أو الديون. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة سامية خمري البرلمانية عن حركة النهضة مكلفة بشؤون الأسرة، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والآن مشاهدينا ينضم إلي الأستاذ الياس فلالي، ناشط ميداني عبر خدمة سكايب من مدينة الجزائر. مرحبا بك أستاذ الياس. أهلا، شكرا على هذا الاستضافة الكريمة. أستاذ الياس مشكور جدا على المشاركة معنا. نتحدث عن المشاكل التي يعانيها المواطن في ظل هذه البلدية، الانتخابات البلدية المقبلة على الأبواب، مواطن يعيش مشاكل عديدة يتخبط فيها يوميا، كيف ترى هذه المشاكل؟ من المسؤول على معاناة المواطن اليومية أستاذ الياس فلالي باعتبارك أنت مقرب من المواطن الجزائري؟ والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صراحه نحن من كلمه للبلديه، هي بلديه في منظومه متخلفه، يعني احنا كل منظومه هذه البلد منظومه متخلفه، وبالتالي يعني او اكبر شيء نقدر نتكلم عليه في هذا النظام، في هذا المنظومه، وفي حتى مثلا طرق المشاكل البلديه، هي ازمه ثقه. الثقه بين الحاكم والحكومه، الثقه بين رئيس البلديه او الوالي اللي هو غير منتخب واللي عنده صلاحيات باش، يعني احنا لما نتكلموا على الانتخابات، بالله عليك اخت سميه، هل يعقل ان يعني تعطى صلاحيات لوالي غير منتخب لكي يزيح الوالي اللي هو غير منتخب، عنده صلاحيات لكي يزيح او ينحي يعني رئيس بلديه اللي هو منتخب من طرف الشعب، وصارت في عده يعني البلديات. المصيبه احنا اليوم الاخت سميه منظومه فاسده، وبالتالي صعب جدا نتكلم على الاصلاح، لان بعض الاحيان كما تكلمنا ممكن في حصه اخرى والله ما يليق الا البلدوزر نبنيو منظومه من جديد، يعني في ظل هذا الفساد العارم. وحتى اليوم نشوف بلديات احزاب، حتى الاحزاب، وانا تكلمت مع كثير من 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 رؤساء البلدية، يقول لك الأحزاب اليوم معمولة في البلدية اللي هي مثلا اللي هي تكون مثلا من الأحزاب اللي تكون مش من غير الحزب الرئيس البلدية، هناك اللي تعرقل وتسير من طرف لوبيات العقار وعندها مصالح، تسير من خارج. والمصيبة الكبرى اليوم احنا في لما نشوفوا فيما يخص الانتخابات، أغلب الناس هذو يعني اولا ما مش معروفين، ثانيا المستوى نتاعهم اللي باش يقدروا يحاولوا باش يزيدوا يجيبوا ان فالور اجوتي البلديه ماهوش ممكن، لان كثير المعلومات موجوده. نعم. فاليوم مثلا يعني ماهمش ما عندهمش وجود غياب المؤهلات العلميه والمهنيه في هؤلاء الاشخاص.
بالطبع انا، وبالتالي اليوم تشوف انك يعني الكفاءات مش موجوده في البلديه، وبالتالي هذا يفسر على المشاكل الكبيره والعويصه اللي نبدا مثلا تسيير مثلا اسهل شيء مثلا اسهل تسيير مثلا رفع القمامه مشكل في البلديه. سنعود الى الحديث عن المشاكل بالتفصيل استاذ الياس فلالي. دعني ارحب بالاستاذ الدكتور الاخضر مقران ثم أعود إليك الياس فلالي. مرحبا بك دكتور الأخضر مقران، الأمين العام، الأمين الأول لجيل جديد، مرحبا بك. الأول مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مشكور أنت على المداخلة دكتور الأخضر. نتحدث عن الفساد في البلديات، الثقة التي فقدت ما بين المواطن والسلطة أو المواطن وهؤلاء الذين مرشحين في الانتخابات البلدية أو الولائية. يعني كيف ترى أنت باعتبارك أمين في جيل جديد هذه الثقة التي فقدت ما بين المواطن والسلطة؟ يعني حدث ولا حرج، يعني لما نشوفوا المهزلة الانتخابية والكوميديا اللي راهي اليوم لحقت نهايتها اليوم الأخير من الهملة الانتخابية، يمكن القول أنه الشعب الجزائري بعد ما عاش كل مراحل يعني اللي مضات وعاش كل أزمات يعني الانتخابية إلى صح التعبير، يعني الثقة مش برك الثقة، يعني الحبل السري بين المواطن والدولة نتاعو تقطع، لأنه من مهزلة إلى أخرى، من تزوير إلى آخر، من غش إلى آخر، يعني انتخابات بعد انتخابات والمهازل تتكاثر، وكأنه يعني السلطة القائمة السلطة المتسلطة على شعبها تستعمل هذه الانتخابات كوسائل للتسلط على المجتمع وعلى يعني الشعب ككل. هذا لأدى أنه الحق يعني بالبلاد تاعنا انه ما بقاش عندها يعني تعيش في فوضى عارمه وتعيش في رداءة، يعني تفاقمت ويعني تحدات كل الامور العاديه. زد الى ذلك انه السلطه القائمه عملت كل شيء باش يعني تكسر يعني هذه الوساطات الموجوده اللي لازم تكون بين المواطن يعني والحكم نتاعو، واخذ يعني وكانه هذه وسيله كما قلت من قبل انه يحاول في كل مره كيفاه يتسلط على الشعب، وكيفاه حتى المقاومات يعني المواطنيه الصغيره يعني لي ريزيستون سيتويان هذا اللي نشوفوهم منه ومن بعض الجمعيات من بعض النقابات الحره، يعني ما تقدرش يعني تحبس هذا اللي يعني النمط يعني التسلطي اللي تستعمله الحكومات المتتالية في ظل سلطة يعني عمرها ما يعني انحازت إلى شعبها، عمرها يعني ما كان يعني الشعب هو يعني الوسيله باش ياخذ القرار. اذا اليوم بغض النظر على يعني طبيعه النظام القائم المتسلط، بغض النظر على يعني اذا كنت انهيار كل طبقه سياسيه ويعني فقدانها للمصداقيه في الميدان، بغض النظر على الى كل مشاكل يعني اللي نعيشها من اثر يعني الازمه الاقتصاديه، كل هذه الظروف ادت الى انه اليوم في بلاد اسمها الجزائر الانتخابات ما عندها حتى معنى ما دام الكل يعرف بانه النتائج محسومه مسبقا، وانه سلطه الشعب راهي في ايدي مافياويه وليك يعني تتحايل على في كل مره على هذا الشعب المغبون دكتور باش يعني تاخذ قرارات يعني باسمه. دكتور الاخضر مقران اذا سمحت ابقى معي، اعود الى ضيفي الاستاذ الياس فلالي. الاستاذ الياس فلالي، كنت قد استمعت الى مداخله الدكتور الاخضر مقران، يعني انهيار الطبقات السياسيه هذا المشكلة الذي تعيشه البلاد، يقول أن الانتخابات لا يمكن أن
تكون أو تعطي نتائج للمواطن الجزائري. ما تعليقك على ما تفضل به الأستاذ دكتور الأخضر مقران أستاذ فيلالي؟ أولا نشكر الدكتور على المداخلة القيمة وأنا معه 100%. يعني كما قلت سابقا ما الفائدة من انتخابات يعني شكلية لأن المير بالله عليك ما يقدرش يعني المراقب دليل المراقب العام يا الأخت سمية المير عاد عنده المراقب العام اللي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة والصلاحية تاعو ما هيش غامضة صلاحية تاعو لو كونترول في إلي لا لو كونترول فينانسي المراقب المالي موجود باش يعرقل المشاريع فيه مشاريع كبيرة وكثيرة في عدة بلديات وأنا شاهد على مشاريع البلديات ولكن نلقاو لما وصلنا بعض الأحيان باش نمشوا مشاريع الناس تصل حتى بوزراء مثلا نعطيك مثال إذا أستاذ الياس فيلالي إذا سمحت يعني ما جدوى ترشيح هؤلاء يعني ويعطوهم مسؤولية مير أو رئيس البلدية في غياب كل الصلاحيات يعني عندهم مراقب عام عندهم الولاية التي تعطي تتمتع بكل الصلاحيات يعني ما جدوى وجود رئيس البلدية إذا؟ والله هي يعني صراحة هذا النظام متخلف يعني نحن اليوم كما قلت في عدة مرات نحن أونتراند ديفلوبمنت لسو ديفلوبمنت نطور في التخلف نحن خبراء في تطوير التخلف وإلا كيف تعمل رجل منتخب من طرف الشعب يعني إذا انتخب رجل من طرف الشعب يعني الناس عطات له ثقة عطات له أصوات ثقوا فيه أنت تعمل له واحد أن أدمنستراتور كونترول فينانسي لي تملى عليه القرارات من الإدارة وتملى عليه قرارات من اللوبيات ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة والصلاحيات تاعو ماهيش باينة وبالتالي علاقي ومشاريع كبيرة عطلت لأن الكونترول فينانسي ما حبش يمشي مثلا نعطيك مثل كما قلت لك قبل ما نعم عندنا سوء التسيير نعم تفضل نعم يعني طلب بعض الأحيان أن مثلا هنا في بلدية من بلدية العاصمة تدخل وزراء لمثلا دفع مستحقات ماليه لمثلا فريق رائد قبه. يعني الكونترول فينانسي هذا متسلط وداير كما نقولوا احنا بالعربيه ربا ربي وكل اللي كونترول فينانسي تقريبا جلهم نفس الشيء. يعني من فائده من قلت لك مير منتخب اللي عنده ثقه نتاع الشعب وما يقدرش يتحرك والله يتكلم واحد مير يقول الاخت سميه والله ما نقدرش نخرج خبزه لو يجيه واحد فقير نعطي له خبزه لابد تجوز على كونترول فينانسي خلونا من بركا ونعمل هذا التمسخ يا اخي مستهزئ بالشعب هذا استهزاء لعقل الجزائريين بالله عليك اليوم المير ما يقدرش يتصرف حتى في الرصيف الارصفه كلها مملوءه بالسيارات ولا قانون مرور ولا المير عنده صلاحيات الاخت سميه المير اللي ما عندوش صلاحيات وما عندوش ما يتحكمش في الشرطه نتاعو هذا مير لكن يبقى السؤال ايضا مطروحا دائما لماذا هذا الترشح لماذا وجوده شكلا هذا هو يعني يلب السؤال الاخت سميه صح في بالله عليك اليوم ابحث لي عن انسان مشى للانتخابات المحليه لكي يخدم هذا الشعب قليل جدا الا من رحم الله احنا ما نجمعوش ولكن الاغلبيه يحاول يحسن ظروفه ويحصل على سكن ويساعد اصدقائه واصحابه وجماعته قليل الناس المخلصين اللي تمشيوا المسؤوليه لان في قلبهم يعني ذره تغيير على البلاد هذه وعلى هذا الشعب اليوم مثلا نشوفوا الاخت سميه يعني ما نتكلم مثلا على فئات المعوقين اللي اتصلت بهم قبل الحصه هذه والله العظيم يعني هم في حاله كارثيه اليوم المعاق مربوط في داره ما يقدرش يخرج لان الرصيف محتل رصيف غير يعني لان الرصيف فيه سيارات لان المير ما عنده حتى صلاحيه لان الشرطه ما تخدم في خدمتها الشرطه اليوم ما عندها حتى معنى يا الاخت سميه الأرصفة ممنوعة الأطفال يمشوا في الطرقات معرضين حياتهم إلى خطر وكأنه هذه البلاد ما فيها لا شرطة ولا دولة ولا سلطة ولا أي شيء يعني واحد صراحة بعد الأحيان حتى ما يقدرش يعبر على وش صار هذه الأقسامية أستاذ الياس أبقى معي إذا سمحت أعود إلى ضيفي الدكتور الأخضر مقران دكتور الأخضر مقران تحدثت معنا الأستاذة سامية خمري منذ قليل وهي برلمانية تحدثت عن أنهم يعني كلنا نعرف أنهم منعوا من إيصال صوتهم في البرلمان في الأيام القليلة الماضية عندما تم تصويت على القانون المالية يعني هذه الصلة التي يجب أن تكون ما بين المواطن والنائب يعني
تكاد تنعدم، حتى السلطات وضعت حاجزا بينه وبين المواطن. يعني ماذا تعلق على هذا الكلام أستاذ دكتور الأخضر مقران؟ سمحي لي أخت الأخت، نقول لك واحدة كما يقولوها المواطنين لما يشوفوا ساوي فرق البرلمان، يقول لك الشاه فيهم، ما دام كل الناس عارفة بأن في قبة ما يسمى ببرلمان، لأنه ما هوش برلمان، السلطة القائمة هي اللي تطغى، وهي اللي يعني عندها خارطة الطريق، وهي اللي تحكم في كل الأمور، في كل دواليب السلطة، في كل دواليب البرلمان. إذن ما نتقاوش نتبكاو على الأطلال ونقولوا غلقونا، هذا كل شيء كان منتظر. أتوندي، ما راناش في دولة قانون وحق، ما راناش في ديمقراطية، ما راناش في برلمان تعددي عنده شرعية. ما دام كانت عندهم يعني لو كان عندهم شوية شجاعة سياسية كانوا ما يدخلوش لهذا البرلمان، ما دام الشعب الجزائري عطى لهم صفعة كبيرة يوم 4 مايو اللي فات لما 85% من الجزائريين ما صوتوش. إذن واش تنتظر من سلطة، واش تنتظر من مؤسسات غير شرعية باش يعني نوصلوا هذه الكلمة يعني الشعب إلى يعني الحكام؟ هذه نظن أنه ما هي إلا يعني قلت أري الحقيقة. والحلول أستاذ دكتور الأخضر، ما هي الحلول في رأيك؟ الحلول احنا نقولها بكل صراحه، ما دام فيه احنا كنا رانا في ازمه نظام، ازمه شرعيه، ازمه نظام حكم، ازمه فراغ في اعلى هرم في السلطه. احنا كجيل جديد اقترحنا عده مرات، وفي اخر اقتراح كان في يعني شهر اوت الفارق، لما يعني اقترحنا اقتراح لجيل جديد يعني قابل للنقاش وقابل، ماهوش الحل يعني ما نقولش هذا هو الحل الوحيد، لكن قلنا اقتراح من اجل الخروج من الازمه، وقلنا فيه لازم تطبيق للماده 102 من الدستور اللي تقول لازم لما يكون رئيس الجمهوريه ما يقدرش يسير امور البلاد، لازم يكون فيه يعني حل، ونقولوا لازم فيه مسار يعني تاسيسي اللي يعاود يعني في انتخابات رئاسيه مسبقة، وب يعني إذا كان فيه ريفيرندوم على دستور جديد، يعني فيه أمور اللي اقترحناها في الوثيقة هذه. إحنا برك احنا نقول بلي المشاركه في هذه الكوميديا الانتخابيه راهي تزيد من عمر النظام، وتدفع بالمواطن الى انه يكره كل السياسه وكل عمليه سياسيه. واحنا كمعارضه احنا امنيتنا يعني اذا كان فيه امنيه او اذا كان فيه نداء على انه لازم احنا نتوسعوا مع نخدموا مع المجتمع المدني كامثال السيد فلالي اللي راه مناضل في الميدان ويعرف كل الامور اللي تصرى مع مواطن، احنا نوصلوا العمل تاعنا مع المجتمع المدني على اسس واضحه. أشكرك. ونتقبلوا احنا كل يعني الاقتراحات مهما كانت، لكن باسس واضحه كذهاب هذا النظام القائم، كالمطالبة بالتغيير العميق، كالانفتاح الحقيقي. شكرا جزيلا الدكتور الأخضر مقران الأمين الأول لحزب جيل جديد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي الأستاذ الياس فلالي. أستاذ الياس، ما تعليقك على ما قاله الأستاذ الدكتور الأخضر مقران، أزمة فراغ في هرم السلطة؟ والله متفق معاه، لان كلام جزائري يعني مخلص لبلده، وكلام انسان غير مفسد، انسان مصلح، انسان عنده رؤيه، انسان يحب بلده، انسان يعني وفي لعهد الشهداء. وبالتالي اليوم احنا كل الناس كما هذو يسموا مارجيناليزي، يعني قاعدين في حاطينهم في الهامش، والفوايو والماري والناس اللي خارجين طريقهم اليوم تقريبا عندهم سلطه كبيره في هذه البلاد. احنا اليوم نقولوا ما الفائده من هذه الانتخابات؟ يعني احنا اليوم كما قلت لك الحل الوحيد يعني الفساد، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. منظومه ما عندك ما ترقع فيها يا اخي الكريم، ما عندك ما ترقع فيها. يعني اليوم الكل يعاني، حتى الناس اللي في السلطه اليوم ما مش عارفين البلاد هذه ولا رايحه الاخت سميه. وبالتالي احنا اليوم الحل الوحيد
هو إرجاع الشرعية لهذا الشعب. واضح. والمنظومة الجديدة يمشي هذا النظام الفاسد الذي هلك البلاد. هل يا أخت سمية هل النظام اللي رجع الجزائر تسوى لو أنسن كيم تاع شركة واحدة ألمانية؟ نعم. شركة واحدة ألمانية هل يعني عيب وعار اليوم الجزائر أكبر دولة إفريقية مقابل عايشة أمام أكبر سوق في العالم. واضح. والطبيب فيها ياخذ أقل من 300 أورو. نعم. 5000 دينار. يعني نتكلم على اقتصاد البلدية، نتكلم على اقتصاد، يعني كان المفروض أن البلدية تكون عندها يعني نوع من الأوتونومي، يعني باش تسير أمورها. فيه صالات مغلوقة، فيه عقار ضائع، فيه قاعات سينما مغلقة، فيه أراضي، والأكبر مستفيد من هذا الوضع. وللحديث بقية أستاذ الياس، شكرا، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الياس فيلالي الناشط الميداني. الوقت يضغط علينا، نأسف على المقاطعة. مشكورين كل من تدخل في النقاش، أشكركم أنتم مشاهدين على المتابعة. أترككم في الأخير مع هذا المقطع الذي اخترناه لكم مع المدون أنس تينا، معبرا عن عمق المعاناة في الجزائر العميقة. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء. نبكي عليك يا بلادي، حبوا يغرقوك كي التيتانيك. المرفهين بالباسبور ديبلوماتيك يهربوا منك الهيك ويعيشوا أنتيك، والزوالة من تحت يسنوا الموت فيك، وهما كل جماعة هذيك اللي كانت تدير في الموسيقى. يا شا راك زعفان؟ أني زعفان، وليدي في السبيطار يموت وأنا نتفرج، وانتم على قريب تداويوها في الخارج، وكل يوم كي تموت مرا حاملة حصلوها في الطبيب والقابلة، ماشي في الحالة اللي خليتوها هاملة. أني زعفان، كل يونيفرسيتير بماستر في طابلة تاع دخان، وكافي بنيفو بريمار يدير لي زافير والقانون في البرلمان، ولادكم ما خلاو حتى مكان حوسوا كاع البلدان، وانا كي ماشي وليد فلان مشتاق حبابانان، يعطيكم الصحة كي باطل الاكسجين، وان شاء الله كش ما يبان ندير لكم تيليطون ونعاونوكم بالشي اللي كان. ماشي كيما انتوما درتوا قانون المالية زدتوا الكلش ونسيتوا الشهرية، وكي ديروا حاجة شغل درتو فينا مزية، أوركو هذه خدمتكم وبلا مزيتكم، وقد ما تديروا ما زالنا نسالو لكم. هذوك حملات تاع الدولة، وهذه حملة تاع الزواولة. أنا نحب بلادي، واحد ما يقريني الوطنية، مانيش أيادي خارجية وماشي داخلية، والله واحد ما راهو يحرش فيا. كلامي خارج بالقلب بلسان الشعب والزوالية اللي عايشين في الميزيرية، والشح جمعته أنا أنستينا بيدية، قسما بربي النزلات والأراضي الطاهرات، ومجميع واحد على البلاد هذي مات، غير نموت عليك يا بلادي حبي وفؤادي، فشهادي باللي أراني زعفان.